سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أذكركم أن تخلصوا النية لله تعالى في الاستماع إلى علم الدين، وأن تخلصوا النية لله تعالى في الاعتكاف في هذا المسجد. قال المؤلف رحمه الله رحمة واسعة: الآيات المحكمات والمتشابهات. لفهم هذا الموضوع كما ينبغي يجب معرفة أن القرآن توجد فيه آيات محكمات، يعني الآيات التي معناها يتضح بمجرد قراءتها يقال لها الآيات المحكمات. إذا واحد قرأها، إذا شخص قرأها أو سمعها، المعنى يكون واضحا له بمجرد السماع أو بمجرد القراءة. الكلام الذي فيها بالنسبة للسامع بالنسبة للقارئ يكون واضحا، كقول الله ليس كمثله شيء. الكلام هنا واضح، الكلام الذي في هذه الآية لا يخفى على الشخص إذا سمع هذه الآية أو قرأها. المعنى واضح، أن الله لا يشبه شيئا وأن الله لا يشبهه شيء. وآيات متشابهات، الآيات المتشابهات هي التي يرجع في فهمها إلى الآيات المحكمات. الآيات المحكمات كما قال الله تعالى هن أم الكتاب، المرجع الأصل الذي يرجع إليه في تفسير سائر الآيات. الآيات المتشابهة حتى تحمل على الوجه الصحيح المراد لابد أن يكون تفسيرها منسجما مع الآيات المحكمات، فيرجع لفهم الآيات المتشابهات على الوجه المراد إلى الآيات المحكمات، لأن القرآن مستحيل أن يكون فيه تعارض، فلا بد إذن من الرجوع إلى هذه الآيات المحكمات، لا بد من حمل المتشابهات على ما ينسجم مع المحكمات حتى لا يقع الشخص في القول بتعارض آيات القرآن أو في القول بتعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مع القرآن. لابد بعض النصوص لابد أن تصرف عن الظاهر، لابد أن لا تحمل على الظاهر، لأن حمل كل النصوص على الظاهر يوقع في التشبيه. إذا واحد قال أنا كل النصوص أحملها على ظاهرها، هذا يوقعه في التشبيه. لذلك العلماء قالوا في هذه القضية قاعدة، قالوا في الكلام عن الآيات المتشابهات لابد من أحد أمرين، إما من التأويل الإجمالي وإما من التأويل التفصيلي. فإذا واحد قال لا أؤول لا إجمالا ولا تفصيلا، هذا هلك، وقع في التشبيه لا محالة. فإذا لابد من أحد أمرين، إما أن يؤول الشخص النص المتشابه تأويلا إجماليا. ما معنى أن يؤول تأويلا إجماليا؟ كقوله كثير من السلف بلا كيف، قولهم بلا كيف هذا يسمى تأويلا إجماليا، لأن معنى قولهم بلا كيف أنه ليس على الظاهر، ليس محمولا على الظاهر. أما إذا واحد قال لا حتى هذا أنا لا أقول به، حتى التأويل الإجمالي لا أقول به ولا أقول بالتفصيلي، يقع في التشبيه. التفصيلي يعني أن يعين معنى لهذا اللفظ المتشابه الذي ورد في النص، أن يعين معنى، كقولنا الرحمن على العرش استوى معناه قهر، هذا تعيين معنى لكلمة استوى، فهذا يسمى تأويلا تفصيليا، يسمى تأويلا تفصيليا. أما إذا واحد قال الرحمن على العرش استوى بلا كيف، هذا يسمى تأويلا إجماليا، لأن الذي يتبادر من كلمة استوى عادة يتبادر منها القعود والجلوس والاستقرار، هذا متبادر عادة من سماع هذا اللفظ، فلا بد أن يقول الشخص هذا اللفظ ليس على الظاهر، فإما أن يقول بالتأويل الإجمالي وإما أن يقول بالتأويل التفصيلي. أما إذا قال لا هذا ولا هذا، يقع في التشبيه، ويقع في أن النصوص والعياذ بالله متضاربة، يعني هذه نقيض هذه الكلمات نقيض هذه، هذا النص نقيض هذا، وفي كلام الله مستحيل أن يكون في كلام الله تناقض، وكذلك مستحيل
أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كلاما ينقض به القرآن، وهذا مستحيل على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، الكتاب أي القرآن، منه آيات محكمات أي واضحات المعاني، بمجرد القراءة بمجرد السماع المعنى يكون واضحا للقارئ وللسامع. هن أم الكتاب أي الآيات المحكمات، هن المرجع والأصل في القرآن، فيرجع إلى هذه الآيات المحكمات عند تفسير أي نص من النصوص القرآنية المتشابهة. لا بد أن يكون هذا الذي يفسر كلامه لا بد أن يكون منسجما مع الآيات المحكمات، لأن الله قال هن أم الكتاب. ما معنى أم الكتاب؟ المرجع والأصل الذي لا يخرج عنه في تفسير أي آية من آيات القرآن. وأخر متشابهات، وتوجد آيات متشابهات قلنا يرجع لفهمها على وجهها المراد على الوجه الصحيح يعني إلى الآيات المحكمات. هذه القاعدة في هذا الموضوع. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني الذين هم زاغوا عن الحق انحرفوا عن الصواب، فهؤلاء يأتون يعمدون إلى بعض النصوص المتشابهة إلى بعض الآيات المتشابهة يحملونها على غير المراد. هؤلاء المذمومون ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يحملون هذه النصوص المتشابهة على غير الوجه المراد، فيضلون ويقعون في إضلال غيرهم كما فعلت المعتزلة، كما فعلت المبتدعة من الخوارج والمرجئة والمعتزلة وغيرهم، لأن هذه الفرق المنتسبة إلى الإسلام الذين هم مبتدعة الذين هم مخالفون لأهل السنة والجماعة يقولون بلسانهم نحن مع القرآن والحديث حتى ينصروا مذهبهم حتى يتبعهم الناس، فماذا يفعلون؟ يعمدون إلى نصوص متشابهة إن كان في كلام الله أو في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فيؤولونه على غير الوجه المراد. هذا ليس فيه أن كل التأويل مذموم، لا، إنما الذين هم يريدون الفتنة الذين هم منحرفون فيحملون الآيات على غير المراد لنصرة مذهبهم الباطل. الذم عن هؤلاء هذا ليس فيه أن من أول نصا متشابها تأويلا صحيحا يكون زائغا ويكون من أهل الفتنة. ابن عباس رضي الله عنهما أول تأويلا تفصيليا في نصوص متشابهة، وكذلك غيره من السلف الصالح فعل مثل ذلك. ماذا يقال عن تأويل هؤلاء؟ ابن عباس لما أول تأويلا صحيحا يقال هذا تأويل صحيح، ونقول جزاه الله خيرا. البخاري لما أول تأويلا تفصيليا في نص متشابه ماذا يقال؟ وتأويله كان منسجما مع الآيات المحكمات، ماذا يقال عنه؟ جزاه الله خيرا، أحسن فيما قال. ابن عباس لما قال يوم يكشف عن ساق عن شدة وكرب، هذا يسمى تأويلا تفصيليا، لأن الساق هذا اللفظ إذا سمع أو قرئ عادة المتبادر إلى الذهن هذه الساق المعهودة في الإنسان وغيره، هكذا يتبادر إلى الذهن. إذا واحد قال لك ساق، الذي يتبادر إلى ذهنك هذا العضو الذي فيه جلد ولحم وعصب وعظم وما إلى هنالك، هذا الذي يتبادر. ابن عباس رضي الله عنهما قال عن شدة وكرب، هذا تأويل صحيح منسجم مع الآية ليس كمثله شيء، وهو من السلف الصالح. البخاري لما قال كل شيء هالك إلا وجهه إلا ملكه أي سلطانه، كلام صحيح ومنسجم مع الآية ليس كمثله شيء. مجاهد لما قال فأينما تولوا فثم وجه الله قبلة الله، تأويل صحيح منسجم مع ليس كمثله شيء. انظروا هؤلاء كل من ذكرت الآن من السلف الصالح، أحمد بن حنبل رضي الله عنه
لما أول الآية وأول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بتأويل تفصيلي وجاء ربك قال إنما تأتي قدرته، هذا يسمى تأويلا تفصيليا، أي تظهر آثار قدرة الله بظهور أهوال عظيمة في ذلك اليوم. فجاء اللفظ في القرآن، هذا التعبير الذي جاء في القرآن، وجاء ربك والملائكة صفا صفا، قال إنما تأتي قدرته، معناه تظهر آثار قدرته بظهور هذه الأهوال العظيمة. قيل لسيدنا أحمد الرسول صلى الله عليه وسلم قال تجيء سورة البقرة يوم القيامة، قال قلت إنما يأتي ثوابها، هذا يسمى تأويلا تفصيليا، وهذا التأويل منسجم مع الآية ليس كمثله شيء، هذا حصل من السلف الصالح. فإذا واحد قال لكم لا ما حصل من السلف الصالح، قولوا حصل الأمران، التأويل الإجمالي من السلف الصالح والتفصيلي. يعني لما يقول الإمام مالك والإمام الأوزاعي وغيرهما من السلف الصالح أمروها كما جاءت بلا كيف، عن الآيات المتشابهة، لما قال أمروها كما جاءت، لما قال بلا كيف، هذا يسمى تأويلا إجماليا، يعني ما عين معنى للنص لكن صرفه عن الظاهر الذي يتبادر عند قراءته أو سماعه لقوله بلا كيف. يعني هنا الدليل أنهم أولوا تأويلا إجماليا، وهناك الدليل ذكرنا أن السلف أولوا تأويلا تفصيليا، فهنا يظهر فساد قول الوهابية التأويل تعطيل، هذا الكلام فاسد، لأن معنى كلامهم أن الصحابة صاروا معطلة، يعني ينفون الصفات، هم يريدون من كلمة تعطيل أنهم نفوا الصفات، لا، السلف الصالح ما نفوا الصفات ولا الخلف الصالح نفوا الصفات. إذا كان جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في كلام الرسول ألفاظ، ثم جاء في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام تأويل هذه الألفاظ، هذا في كلام الرسول حصل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى، يقول الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال فيقول أي العبد كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال مرض عبدي فلان فلم تعده. الله سبحانه وتعالى لا يجوز عليه التغير، لا يجوز عليه النقص، لا يجوز عليه الجهل، لا يجوز عليه العجز، لا يجوز عليه المرض، فكيف جاء في هذا الحديث القدسي مرضت فلم تعدني؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا فيما يرويه عن ربه عز وجل، ثم ذكر تأويل ذلك فيما يرويه عن ربه عز وجل، لأن هذا اللفظ متشابه. إذا واحد سمع هذا اللفظ مريضت، ماذا يتبادر إلى ذهنه؟ المرض معروف. ثم جاء في نفس الحديث، في نفس الحديث جاء تأويل هذا اللفظ، قال مرض عبدي فلان فلم تعده، يعني الله لا يجوز عليه المرض. ما معنى مرضت فلم تعدني؟ مرض عبدي، والله يحب من العبد إذا مرض عبد أن يعوده هذا العبد، أن يزوره، وفي ذلك ثواب عظيم كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وما يعلم تأويله إلا الله. توجد قراءتان، قراءة فيها الوقف على لفظ الجلالة فيكون المعنى وما يعلم تأويل المتشابه الذي لا يطلع عليه أحد من الخلق إلا الله، هذا على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، وما يعلم تأويله أي لا يعلم تأويل المتشابه الذي لم يطلع الله تعالى أحدا من خلقه عليه، هذا لا يعلمه إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر يوم القيامة، وجاء ذكر يوم القيامة في القرآن. متى يكون يوم القيامة؟ أليس جاء جبريل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له أخبرني عن الساعة، متى تكون الساعة؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل،
لأن هذا الأمر لم يطلع الله تعالى أحدا من خلقه عليه. متى تكون القيامة؟ متى قيام القيامة على التحديد متى يكون؟ هذا لا يعلمه إلا الله. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أنه سيخرج رجل يقال له الأعور الدجال. متى سيخرج؟ ما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام عن وقت خروجه على التحديد، فلا يجوز لشخص أن يحاول طلب ذلك أو أن يحاول طلب معرفة متى تقوم الساعة على التحديد، لأن هذا لا يعلمه أحد إلا الله. فهذا مثل هذا لا يعلمه إلا الله، ليس معناه أن كل لفظ ورد في القرآن أو في حديث الرسول من المتشابه هذا لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لا، إنما المراد بعض المتشابه، كوجبة القيامة على التحديد متى تكون، كساعة خروج الدجال على التحديد متى تكون هذه الساعة، هذا لا يعلمه أحد إلا الله. وإلا فالرسول عليه الصلاة والسلام تلا ما تلا من الآية على أصحابه حتى يفهموا من ذلك معاني مراده، وقال ما قال من كلامه صلى الله عليه وسلم والذي فيه متشابه حتى يفهموا من ذلك معاني مراده، ليس عبثا، ما تلا ذلك عبثا ولا قال حديثه صلى الله عليه وسلم عبثا. أما إذا أخذنا بالقراءة الأخرى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، معناه يرجع إلى المتشابه الذي أطلع الله تعالى بعض عباده على معرفته، فهذا يعلمه الله، الله عالم بكل شيء، ويعلمه الراسخون في العلم. لذلك كان ابن عباس ماذا يقول؟ أنا من الراسخين في العلم، كان يقول أنا من الراسخين في العلم، وهذا معناه أن تمدح الشخص بشيء أعطاه الله إياه لمصلحة دينية لا بأس به، هذا ليس رياء، ما قاله للعجب والرياء والتعالي والترفع على الناس، لا. سيدنا علي رضي الله عنه كان أعلم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، أشار إلى صدره قال إن هاهنا علما لو وجدت له حمله، يعني الله تعالى أعطاني علما كثيرا واسعا، يا ليتني أجد من يحمل هذا العلم، من يتلقاه مني. الله تعالى فتح على سيدنا علي في علوم الدين، فكان عنده علم واسع، حتى كان سيدنا عمر رضي الله عنهما يقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، يقول نعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو الحسن، يعني عليا هو كنيته أبو الحسن، معناه عنده علم كثير. يعني إذا كان توجد مسألة لم يعرف الجواب فيها علي، من يعرف رضي الله عنه وعن سيدنا عمر؟ فهنا قوله ها، كان يكلم صاحبه يسمى كميل بن زياد، قال له ها إنها هنا علما لو وجدت له حملا، يعني الله أعطاني علما واسعا، ليتني أجد من يتلقى مني هذا العلم. فهنا تمدح الشخص بما أعطاه الله من نحو العلم لمصلحة دينية لا بأس به، لا بأس بذلك. يعني إذا قال واحد عالم مجتهد قال للناس اسألوني قبل أن تفقدوني، مثلا واحد عالم مجتهد كسيدنا الشافعي مثلا أو كسيدنا علي أو مثل سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه، كان إذا جلس في المجلس السيد أحمد يأتيه طالب الفقه يسأله، طالب الحديث يسأله، الذي يريد التصوف يسأله، الذي يريد اللغة يسأله، الله فتح عليه في العلوم، فكان بعض الأحيان يشفق عليه بعض الناس فيقول لهم اتركوه، يعني أريحوه، معنى تسألونه كثيرا، فكان يقول سيد أحمد دعهم يسألوني قبل أن يفقدوني، يعني فليسألوني قبل أن يفقدوني، لأنه عالم، عالم بحق، ليس من أهل الفساد، ليس من الذين يفتون بلا علم. فهنا
إذا قال الشخص عن نفسه لمصلحة دينية أنا عالم لا بأس. فسيدنا عبد الله بن عباس كان يقول أنا من الراسخين في العلم لمصلحة دينية، لمصلحة دينية. هو سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام دعا له ففتح الله عليه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، قال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، والرسول دعا له صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل على أن التأويل في محله ليس مذموما، وعلى أن التأويل لا يذم على الإطلاق. هنا الذي ورد في الآية لا يتعارض مع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء ردوا على الذين يزعمون أن كل التأويل باطل، أن كل التأويل فاسد، قالوا لهم الرسول قال لابن عباس داعيا لابن عباس اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب، فقالوا الرسول لم يكن ليدعو عليه بلا حق، فماذا بقي؟ أنه دعا له، دعا له بأي شيء؟ بخير. فإذا هذا التأويل الذي هو في محله خير، ليس باطلا وليس فاسدا. هذا استخرجه العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم احفظوا هذا حتى تردوا على الذين يقولون التأويل تعطيل، التأويل ضلال، التأويل زيغ باطل على زعمهم. قولوا لهم الرسول دعا لابن عباس أن يؤتيه الله التأويل، وكان ابن عباس يقول أنا من الراسخين في العلم. فإذا هذا ليس مذموما. ما هو التأويل المذموم؟ تأويل المبتدعة الذين يريدون من هذه التأويلات الفاسدة أن يجروا الناس إلى عقائدهم الفاسدة لنصرة مذاهبهم الباطلة. هذا الذي هو مذموم، ليس التأويل الذي أوله ابن عباس أو الذي أوله مجاهد أو الذي أوله الإمام أحمد أو البخاري، لا. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، أي المحكم من عند الله والمتشابه من عند الله، هذا من عند ربنا وهذا من عند ربنا. المؤمن يؤمن بكل، هذا من القرآن وهذا من القرآن، فنحن نؤمن بكل ما جاء في القرآن، والإيمان بالله وبما جاء عن الله يعني بكلام الله، والإيمان برسول الله وبما جاء عن رسول الله يعني بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمؤمن يؤمن بالله وبما جاء عن الله بكلام الله، فالقرآن فيه المحكم وفيه المتشابه، المؤمن يؤمن بهذا ويؤمن بهذا، وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه فيه محكم ومتشابه، المؤمن يؤمن بهذا ويؤمن بهذا طالما هو ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا إذا واحد سألك ما المقصود هنا، فأما الذين في قلوبهم زيغ المبتدعة، المبتدعة مثل من المبتدعة؟ كالمعتزلة والخوارج والمرجئة ونحوهم. يعني الآية في قراءة إذا واحد أراد أن يقف عند قول الله تعالى إلا الله، إذا أراد أن يقف عند قوله إلا الله يشرحها على الوجه الذي بيّن، وإذا أراد أن لا يقف يعني يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، مش أنه توجد روايتان هذه بصيغة وهذه بصيغة، لا. المقصود إذا أراد أن يقف عند قوله تعالى إلا الله فيقول المقصود هنا المتشابه الذي لم يطلع عليه أحد من الخلق كوجبة القيامة وخروج الدجال على التحديد. وإذا أراد أن يصل إلا الله والراسخون في العلم ماذا يكون المراد؟ المتشابه الذي أطلع الله تعالى عليه بعض خلقه كالراسخين في العلم كابن عباس رضي الله عنهما. الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا أو ما عرف المراد به بوضوح. يعني إذا قلنا قال الله تعالى وهو بكل شيء عليم، المعنى واضح، معناه
الله يعلم كل شيء، فيعلم ذاته ويعلم خلقه ويعلم المستحيل مستحيلا ويعلم الممكن ممكنا، يعني واضح، وهو بكل شيء عليم. هذا اللفظ يتضح بالقراءة ويتضح بالسماع أيضا، كقوله تعالى ليس كمثله شيء. وقلنا هذه الآية التي هي في سورة الشورى رقم 11، احفظوها وحفظوها للأولاد، هذه أصرح وأوضح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هذه الآية هي أصرح وأوضح آية في تنزيه الله عن مشابهة الخلق، تليها آية وكل شيء عنده بمقدار، فضوا هذه، هذه تلي هذه، وكل شيء عنده بمقدار، معناها خلق الله كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم، على مقدار مخصوص من الحجم. إن كان جسما لطيفا كالهواء كالملائكة كالجن كالنور كالظلام، هذه أجسام لطيفة لا تمسك باليد لا تضبط باليد، لكن لها حجم، تأخذ هذه الأشياء تأخذ تشغل حيزا. أما الأجسام الكثيفة لها حجم لكن تضبط باليد، هذا الفرق، هذه تشغل حيزا وهذه تشغل حيزا، لكن الأجسام الكثيفة التي تضبط باليد تمسك باليد هذه أمرها ظاهر عند الشخص أنها بما أنها تضبط باليد أنها تشغل حيزا. أما تلك يحتاج للبيان عند بعض الناس أن يقال لهم حتى الأجسام اللطيفة كالريح والروح وضوء النهار ضوء الشمس ضوء القمر، هذه الأجسام اللطيفة التي لا تضبط باليد تشغل حيزا أيضا من الفراغ. معنى الآية الله خلق كل شيء من هذا العالم على مقدار مخصوص من الحجم قل أو كثر، سواء كان حجما لطيفا أو كثيفا، فيكون المستفاد من ذلك أن الله لا حجم له بالمرة، لأنه ليس حجما لطيفا وليس حجما كثيفا، ويفهم من ذلك أن الله موجود لا جهة له ولا مكان، لأن الذي يشغل جهة يشغل مكانا إنما هو الحجم، إن كان لطيفا أو إن كان كثيفا، الذي يأخذ حيزا من الفراغ. إذا واحد فهم هذا يسهل عليه أن يفهم أن الله موجود بلا مكان، إذا عرف هذا، إذا فهم أن الله خلق هذا العالم جعل هذا العالم إما أجسام لطيفة وإما أجسام كثيفة، وهذه الأجسام اللطيفة والكثيفة تشغل حيزا من الفراغ، تأكل تأخذ حيزا من الفراغ. الله خلقها على مقادير، على أحجام مختلفة، هو ليس مثلها، هي تشغل حيزا من الفراغ، هي لها جهة هي لها مكان. الله الذي خلقها وليس مثلها ليس له جهة وليس له مكان، إذا فهم هذا يفهم هذا. ما هي ما مصيبة الوهابية المشبهة المجسمة؟ أنهم ما فهموا هذا، ما فهموا أن الله تبارك وتعالى ليس حجما، لذلك يقولون كيف نعتقد بوجوده بلا جهة ولا مكان، وهم في قلوبهم لا يعتقدونه ليس حجما، يقولون كيف نعتقده بلا جهة ولا مكان وهم لا يعتقدونه ليس حجما، يعتقدونه حجما، أليس يصفونه بالجوارح والأعضاء؟ أليس بعضهم صرح قال له لسان له شفتان، هكذا قال بعض المشبهة، قال له لسان له شفتان. واحد من المشبهة دكتور كان يدرس الناس والعياذ بالله، قال يوم يكشف عن ساق، كشف عن ساق نفسه، يتكلم عن رب العالمين، يقول إن الله له ساق يكشف عنها والعياذ بالله، معناه يعتقده جسما يعتقده حجما. طالما هو ما دام هو يعتقده حجما كيف يستقيم عنده أن يعتقده موجودا بلا مكان ولا جهة؟ هو ربط هذا الاعتقاد الذي نحن نقوله وهو لا يقبله أن الله موجود بلا مكان ولا جهة باعتقاده أن الله له حجم، يعني كما يقول العوام لا يركب هذا مع هذا،
لا يستقيم عنده لأنه يعتقده حجما، إذا تخلص من هذا يسهل عليه أن يفهم، أن يعتقد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. إن تخلص من هذا، طالما هو باق على ذلك لا يتأتى عنده أن يعتقد أن الله موجود بلا جهة ولا مكان. الآيات المحكمة هي ما لا يحتمل من التأويل بحسب وضع اللغة إلا وجها واحدا، أو ما عرف المراد به بوضوح، كقوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، أي ليس لله نظير، ليس له مثيل، وقوله هل تعلم له سميا، أي ليس له مثل. هذا استفهام للنفي، يعني الله ليس له مثل، ليس لله مثل. هذا النص من النصوص المحكمة من حيث اللغة العربية، لكن العامي إذا قيل له هل تعلم له سميا، العوام عندهم يستعملون كلمة سمي فقط للذي يوافق اسمه اسم آخر، يقول هذا سمي يعني اسمه كاسمي. لا، ما أظن العوام يعرفون ما معنى سمية من حيث اللغة، لكن هو المعنى واضح في اللغة، الله ليس له مثل، ليس له شبيه. الآيات المتشابهة، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته أو يحتمل أوجها عديدة واحتاج إلى النظر لحمله على الوجه المطابق، كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى. هنا اللفظ في هذه الآية كلمة استوى تحتمل من حيث اللغة العربية لها أكثر من معنى، فعلى أي معنى يحمل هذا اللفظ؟ يحمل على المعنى في حق الله الذي ينسجم مع الآية ليس كمثله شيء، لأن استوى في لغة العرب تأتي لمعان لا تليق بالله وتأتي لمعان تليق بالله، فالله قال ليس كمثله شيء، فعلى أي معنى تحمل هذه اللفظة في هذه الآية؟ على المعنى الذي يليق بالله، يعني يقال في لغة العرب استوى بمعنى جلس، استوى بمعنى استقر، استوى بمعنى مال، كان معوجا مال عن الاعوجاج إلى الاستواء. هذه المعاني في حق المخلوق تليق بالمخلوق، يقال استوى القمر بدرا، استوى القمر بدرا يعني تم، أليس هو يكون يمر في مراحل إذا نظرنا إليه ثم يصير مكتملا، فيقال في لغة العرب استوى القمر بدرا أي تم اكتماله، هذا القرص الذي نراه بحسب النظر اكتمل، واستوت على الجودي عن سفينة نوح، استقرت يعني، واستوت على الجودي معناه استقرت سفينة نوح على الجودي، هو هذا جبل في الموصل في العراق. هذا في حق المخلوق، هذا اللفظ يليق بالمخلوق، فلما استوى واحد كان يمر في مراحل، كان صبيا صغيرا فيه ضعف ثم انتقل من الضعف إلى القوة، فلما استوى يعني صار مستوي الخلق، صار فيه قوة، صار فيه قوة، هذا يقال عن المخلوق. المخلوق هو الذي يتطور من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة ثم من قوة إلى ضعف، كل هذه المعاني في حق المخلوق. إذا واحد قال لك نريد الطعام، فيقول لك أحيانا ما استوى الطعام، وأنت تسأل استوى الطعام يعني صار في الحالة التي يطلب فيها للأكل عادة، استوى الشاي أيضا يقال في لغة العرب استوى الشاي يعني صار في الحالة التي يطلب فيها للشرب عادة، هذا في حق المخلوق، أما في حق الخالق هذه المعاني لا تجوز على الله. فإذا واحد حمل لفظة استوى في هذه الآية على واحدة من هذه الكلمات المعاني التي قلتها، يكون وصف الله تعالى بما لا يليق به، ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، هكذا قال الإمام الطحاوي. واستوى في لغة العرب تأتي لمعنى قهر وحفظ وأبقى، قهر وحفظ وأبقى، من أسماء الله الحفيظ، من أسماء الله القهار، الواحد القهار، هكذا جاء في القرآن الكريم، القاهر من أسماء الله.
أما الجالس ما في في أسماء الله الجالس، ما في القاعد في أسماء الله، لا يوجد في كل بلاد المسلمين، لا يوجد واحد اسمه عبد الجالس أو عبد القاعد أو عبد المستقر ولا عبد المستوي على العرش، حتى المسلمون لا يسمون هذا الاسم، لكن يوجد عبد الحفيظ، عبد الباقي، عبد الحفيظ، عبد القاهر، عبد القهار، هذا موجود. فنقول استوى هنا يليق بالله تعالى أن تفسر بمعنى أنه قهر وحفظ وأبقى. ما معنى قهر؟ قهر ليس معناه المغالبة، يعني لم يكن قاهرا ثم صار قاهرا، لا، معناه خلق العرش وهو قاهره وهو مسيطر عليه، هذا معناه. وحفظ العرش، العرش لا يفنى، العرش هو سقف الجنة، الجنة لا تفنى وسقفها لا يفنى، فالله حفظه من الفناء، يعني هو باق بمشيئة الله تبارك وتعالى، والله حفظه من السقوط من أعلى إلى أسفل، لأنه جسم ضخم سرير له أربع قوائم، وهذا الجسم الضخم لولا حفظ الله لهوى من أعلى إلى أسفل. من حفظه في ذلك المكان؟ الله. فإذا حمل استوى هنا في الآية على معنى حفظ وقهر وأبقى لا بأس به، صحيح مستقيم لغة وشرعا ومنسجم مع الآيات المحكمات، وقوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. الكلم الطيب، الكلم معناه الكلام، والطيب معناه الحسن. إليه يعني إلى محل كرامته وهو السماء، السماء محل كرامة الله، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، قالت آسية، قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. ما معنى عندك؟ هذه تسمى عندية التشريف، يعني في المكان الذي هو مشرف عندك، لأن الجنة مكان يحبه الله تعالى وجعله الله تعالى مستقر المؤمنين، فالجنة يحبها الله، لذلك جاء في الآية أنها قالت عندك، هذه تسمى عندية التشريف، ليس معناه أن الله يسكن الجنة. فيقال للمشبهة إذا قلتم كل نص على ظاهره، الله تعالى قال حكاية عن آسية إنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة عندك، فماذا تقولون؟ فإذا قالوا لا هذا ليس على ظاهره، يقال لهم وكذلك الرحمن على العرش استوى، ليس على ظاهره، هذه ليست على الظاهر وهذه ليست على الظاهر، ثم الجنة ليست السماء، قال الله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. وأنتم تزعمون، بعض المشبهة يقولون الله يسكن السماء، والسماوات ستطوى، والسماوات مطويات بيمينه. ما معناه؟ معناه بقدرة الله في يوم القيامة ستطوى السماوات وتتكسر، لأنها تفنى السماوات، هذا فناؤها الذي يحصل يصير لها. ما معنى مطويات بيمينه؟ ليس معناه أن الله له جارحة، وبهذه الجارحة التي هي كهذه الجارحة يعني يمسك السماوات، لا، بقدرته السماوات تتحطم بقدرة الله، تتكسر بقدرة الله تبارك وتعالى. فماذا تقولون؟ إن قالوا هو يسكن السماء على زعمهم يصير يخرج منها، لأنها ستطوى تتكسر لا تبقى على حالها، وذكرنا الآية التي فيها ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فعلى مقتضى كلامهم الله يسكن السماء فعلى زعمهم يصعق، فإن قالوا لا يصعق لأنه قال إلا من شاء الله، معنى كلامكم أن الله صار مخصصا، والذي هو يكون مخصصا هذا يحتاج للمخصص، والمحتاج إلى غيره لا يكون إلها. فالمستقيم هو قول أهل السنة والجماعة، الله موجود لا يسكن السماء ولا يسكن العرش ولا يسكن الجنة، موجود بلا مكان ولا جهة. وقوله تعالى إليه، قلنا أي إلى محل كرامته وهو السماء،
يصعد الكلم الطيب أي يرفع الكلام الحسن، وأحسن الكلام الحسن لا إله إلا الله. وبهذه الكلمة هي كلمة التوحيد، بها الإنسان الكافر يدخل في الإسلام إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، والعمل الصالح يرفعه. الكلم الطيب هو الذي يكون سببا لرفع العمل الصالح، لأن العمل الصالح لا يكون مقبولا من الشخص إلا أن يقول تلك الكلمة الطيبة. الكافر إذا أراد أن يدخل في الإسلام كيف يدخل؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. فهذه الكلمة هي السبب لرفع العمل الصالح، لأن الكافر لا يستفيد من عمله، الكافر لا يستفيد من عمله. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. كيف يكون مؤمنا الكافر؟ كيف يصير مؤمنا؟ بالنطق بالشهادتين، فهاتان الشهادتان هي السبب لرفع العمل الصالح. بدون الشهادتين الكافر مهما فعل أي عمل يفعله لا يستفيد منه. أي أن الكلمة الطيب كلا إله إلا الله يصعد إلى محل كرامته وهو السماء، يعني يسجل هناك، الملائكة ترفع هذا الكلام الطيب إلى مكان يسجل في السماء. والعمل الصالح يرفعه، أي الكلم الطيب يرفع العمل الصالح. وهذا منطبق ومنسجم مع الآية المحكمة ليس كمثله شيء. أما إذا واحد قال إليه يصعد الكلم الطيب، يعني إلى مكان يكون بجوار الله تعالى، فهذا لا يكون منسجما مع الآية ليس كمثله شيء، بل يكون معارضا لها، لأنه يكون جعل الله له أمثلة لا تحصى، لا تعد ولا تحصى، لأن الملائكة من يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى. الملائكة السماوات مشحونة بالملائكة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد. السماوات مشحونة بالملائكة، ما فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم، يعني قائم في الصلاة لله تعالى، أو راكع في الصلاة، لأنهم دائما يصلون، هم يصلون الصلوات الخمس هؤلاء، ويصلون نوافل، فدائما في الصلاة هم، في كل أوقاتهم في الصلاة، إما أن يكون قائما وإما أن يكون راكعا وإما أن يكون ساجدا. فعلى قول هؤلاء المشبهة يكون الله يزاحم الملائكة في هذا الموضع، موضع الشبر أو موضع قدم، والعياذ بالله. هذا يجوز على الله تبارك وتعالى؟ لا يجوز على الله. فتفسير الآيات المتشابهة يجب أن يرد إلى الآيات المحكمة، هذا في المتشابه الذي يجوز للعلماء أن يعلموه كالأشياء التي ذكرناها. وأما المتشابه الذي أريد بقوله وما يعلم تأويله إلا الله على قراءة الوقف على لفظ الجلالة، فهو ما كان مثل وجبة القيامة وخروج الدجال على التحديد، فليس من قبيل آية الاستواء. فآية الاستواء من المتشابه الذي يجوز أن يعلمه بعض الخلق كالراسخين في العلم الذين ذكروا في الآية، وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم اعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه. اعملوا بالآيات المحكمة وآمنوا بالآيات المتشابهة، ضعيف ضعفا خفيفا. وهنا إذا واحد سألك قال لك لما القرآن ليس كله على نسق واحد، لما ليس كل آيات القرآن من المحكمات، لما فيه محكمات ومتشابهات؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده بما شاء من أنواع الابتلاءات، ومن جملة ما ابتلوا به أن ألفاظ القرآن وألفاظ كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ليست كلها على نسق واحد، ليست كلها من المحكمات. هذه الألفاظ في هذه النصوص ما هو محكم، وفي هذه النصوص ما هو متشابه. فالعبد الذي شاء الله تعالى له الخير، شاء له النجاة، شاء له أن يكون على الصراط السوي المستقيم، يحمل هذه الآيات المتشابهة
على ما يليق بالله تعالى. والعبد الذي شاء الله له أن يكون ضالا، أن يكون على غير الهدى، لا يكون مهتديا، يحملها على وجه لا يليق بالله فيهلك ويضل. هذا هلك وضل بمشيئة الله، وهذا أسعده الله تعالى وهداه الله تعالى بمشيئته. يعني الذي ضل بمشيئة الله ضل، والذي اهتدى بمشيئة الله اهتدى. لكن هذا الذي ضل حمل هذه النصوص على ما لا يليق بالله تعالى، والذي اهتدى حملها على ما يليق بالله فكان مهتديا. الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ليس كل من يقرأ القرآن يكون مهتديا. بعض الناس يقرؤونه يهتدون، بعض الناس يقرؤونه يضلون. قال الله تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، عن القرآن. يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، معناه بعض الناس يقرؤون القرآن يضلون. لماذا يضلون؟ لأنهم حملوه على ما لا يليق بالله، كالوهابية المشبهة المجسمة. قرأوا القرآن، وكثير منهم يحفظون القرآن، لكن أضلهم الله على علم. وأهل السنة والجماعة قرأوا القرآن والله تعالى رزقهم الفهم الصحيح، فحملوا هذه الآيات على ما يليق بالله تبارك وتعالى فكانوا مهتدين. يعني إذا واحد قال لك القرآن يقرأه الشخص ويضل، قل له هذه الآية، قال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. الله تعالى قال: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ليس كل إنسان يقرأه يطلع مهتديا، يوجد من الكفار المعلنين من يحفظ القرآن الكريم، من الكفار المعلنين، يعني ليس يدعي الإسلام وهو يحفظ القرآن. هل استفاد من حفظ القرآن شيئا؟ لا، لا يستفيد، لأنه كافر. والذي يدعي الإسلام ويحفظ القرآن ويشبه الله تعالى بخلقه ما استفاد شيئا من حفظه للقرآن. فهذا نوع من أنواع الابتلاء. أليس الإنسان الله تعالى نهاه عن أن يقرب الحرام، ومن الحرام أن يشرب الخمر؟ أليس أحيانا الشخص نفسه تشتهي شرب الخمر، تميل لشرب الخمر؟ ابتلاء من الله تبارك وتعالى. فالذي كف نفسه عن الحرام هذا فاز، والذي انساق مع الحرام هو أهلك نفسه بالانغماس في الحرام. لكن هذه الشهوة التي في ابن آدم من خلقها فيه؟ الله. الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يعترض عليه، لا يقال: يا رب لما ركبت فينا هذه الشهوة، جعلتها فينا، ثم نحن نقوم بالمعاصي. تقوم بالمعاصي بإرادتك. هل هو مجبور على القيام بهذه المعاصي؟ لا، بإرادته يفعلها. فإذا هو يستحق العقاب على هذه المعاصي التي عملها باختياره، ليس مجبورا على فعلها. الإنسان الذي أطاع الله، صلى لله، حضر في المسجد لله، هذا كيف حضر مجبورا؟ حضر إلى هنا محمولا مربوطا، أم جاء باختياره؟ جاء باختياره، والله لا يجب عليه أن يثيبه. هذا فضل من الله أن أثاب الطائع، الله لا يجب عليه أن يثيب الطائع. مفهوم؟ واضح؟ لا يجب على الله أن يثيب الطائعين. فإذا واحد سألك: لكن ما هذه الإثابة؟ إثابة الله للطائعين فضل من الله. وإذا قال لك: ما هذه العقوبة التي تحصل للكفار وللعصاة؟ عدل من الله، الله لا يجب عليه شيء. الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا من الأحاديث التي أحب جدا أن تحفظوها: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. واضح جدا كلام الرسول، هذا من العقيدة. إن الله لو عذب أهل أرضه، من يشمل بقوله أهل أرضه؟ يشمل كل الناس، الأنبياء، الشهداء، كل هؤلاء من أهل الأرض. يقول الرسول: لو عذب الله كل هؤلاء وأهل سماواته. من هم أهل السماوات؟ الملائكة، الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون.
يقول الرسول لعذبهم وهو غير ظالم لهم. فإذا واحد قال لك ليش لماذا، تقول له لأنه هو مالكهم وهو يتصرف بما يملك كما يشاء، لا يتوجه إليه سؤال من أحد، ليس عليه محكومية لأحد. البشر عليهم محكومية، البشر مسؤولون، البشر عليهم أن يطيعوا الله، عليهم أن لا يخالفوا الأوامر، عليهم أن لا يقعوا في المعاصي. الله أمرهم بأشياء ونهاهم عن أشياء، الله ليس كمثله شيء، الله خلق الخلق، هو مالكهم حقيقة، فله سبحانه وتعالى أن يتصرف بهم كما يشاء. لكن هو من فضله سبحانه وتعالى يثيب الطائعين، ليس لزوما عليه، ليس واجبا عليه. فهذه الجملة من التوحيد، من العقيدة، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم. لأن بعض الناس والعياذ بالله يقولون إذا كان نحن نعمل المعاصي بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله، يقولون إذا كان سيعذبنا على ذلك فهو ظالم. كفر، هذا كفر. الذي يدعي الإيمان بالله ورسوله، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. لماذا؟ لأن فعل العبد الطاعة إنما هو بتوفيق من الله، فالفضل فيه لله. فإذا أثابك الله تعالى على الطاعة التي فعلتها وقد خلقها فيك سبحانه وتعالى، فهذا فضل منه ورحمته خير من عملك، لأن عملك إنما كان بتوفيق من الله، إنما كان هذا العمل الذي هو طاعة إنما كان بتوفيق من الله، فالفضل لله. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولو أنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا دخلت النار. الذي يموت على غير هذه العقيدة يموت كافرا، يدخل النار ويخلد فيها. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، احفظوه ليكون لكم حجة عند هؤلاء الجهال الذين يقولون كيف يعلم وشاء وقدر وخلق منا المعصية ثم يعاقبنا عليها. قل له لا تقص ربك على نفسك، لا تقص الخالق على المخلوق، الله لا يقاس على المخلوقين، ومن قاسه على الخلق كفر. هؤلاء يقيسون الخالق على المخلوق. واحد ملحد مرة في الأردن قال لي إذا عندي 3 أولاد جبت السيف وقطعت رؤوس 2 منهم ما بكون ظالم؟ قلت له أنت عبد مخلوق مأمور، الله خلقك ونهاك عن ذلك. أما الله لا يتوجه إليه أمر ولا نهي من أحد، هو الآمر الذي لا آمر له والناهي الذي لا ناهي له، ليس عليه محكومية لأحد، ليس عليه مأمورية لأحد، لا أحد له أن يأمر الله أو أن ينهى الله. ما الذي أوقعه في الكفر؟ قياسه الله على نفسه، يقيس الله على نفسه، يقول أنا إذا قطعت رؤوس 2 أنت الله نهاك عن أن تفعل ذلك. قلنا إبراهيم عليه السلام أوحي إليه أن يذبح ولده إسماعيل بالوحي المنامي، فتوجه لهذا الفعل، وكان بتوجهه لهذا الفعل الذي أمر به بالوحي المنامي طائعا لله، طائعا لله. إلى أي شيء توجه؟ لذبح ولده إسماعيل، لأن الله أمره بذلك. وبنو إسرائيل الذين كفروا ثم رجعوا أيام موسى عليه السلام وأنزل الله عليه بالوحي أن تمام توبتهم بعد الدخول في الإسلام بالتشهد أن يقتل بعضهم بعضا، على قول بعض العلماء، وعلى قول بعض العلماء أن يقتل كل واحد نفسه. قال الله تعالى فاقتلوا أنفسكم، فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. الآن إذا واحد أراد أن يقتل أخاه المسلم ما حكمه؟ لا يجوز. ما هو أشد الذنوب بعد الكفر؟ قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. لماذا هذا حرام؟ لأن الله حرمه. وإذا واحد أراد أن يقتل نفسه لا يجوز لأن الله حرمه. طيب
كيف هناك كان طاعة لله في ذلك الوقت في تلك الحادثة، كان طاعة لله، فماذا نقول؟ لا نعترض على الله، سلمنا لله، من سلم لله سلم، ومن اعترض على الله هلك وكفر، والله لا يضره أحد. إذا واحد كان كل يوم يكفر كل يوم يكفر كل يوم يكفر، يضر الله شيئا؟ لا يضر الله شيئا. وإذا كان واحد كل يوم يصلي كل يوم يصلي كل يوم يصلي، هل يزيد في كمال الله شيئا؟ لا يزيد في كمال الله شيئا، الله غني عن العالمين. لكن هؤلاء عقولهم معكوسة، الذين يعترضون على الله أهلكوا أنفسهم وما ذهبت مصائبهم. في واحد لما يعترض على الله تذهب عنه المصيبة؟ لا تذهب عنه المصيبة. مات ولده فسب عزرائيل مثلا عليه السلام، بعض الناس هكذا يشتمون عزرائيل إذا مات لهم ولد أو أم أو أب أو زوجة، رجع ولده يعني أو رجعت زوجته أو رجع أبوه وهو وقع في الكفر أهلك نفسه، يعني في الدنيا هالك، في الآخرة إن مات على ذلك هو هالك. فمن هذا الابتلاء الذي ذكرته، الحكمة من ذلك أن الذي يحمل هذه الآيات على الوجه الصحيح المنسجم مع الآيات المحكمات له أجر عظيم عند الله، والذي يحملها على غير المراد فيشبه الله تعالى بخلقه يضل ويهلك والعياذ بالله. وقد بيّن أبو نصر القشيري رحمه الله الشناعة التي تلزم نفاة التأويل، يعني الذي ينفي التأويل نفيا قطعيا، يقول ما في تأويل بالمرة. وأبو نصر القشيري هو الذي وصفه الحافظ عبد الرزاق الطبسي بإمام الأئمة، كما نقل ذلك الحافظ ابن عساكر في كتابه تبيين كذب المفتري. قال المحدث اللغوي الفقيه الحنفي مرتضى الزبيدي في شرحه المسمى إتحاف السادة المتقين نقلا عن كتاب التذكرة الشرقية لأبي نصر القشيري ما نصه: وأما قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله إنما يريد به وقت قيام الساعة، فإن المشركين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة أيان مرساها، متى تكون ومتى وقوعها، فالمتشابه إشارة إلى علم الغيب. فإذا علم الغيب لا يطلع أحد من الخلق على علم الغيب، على كل علم الغيب، فليس يعلم عواقب الأمور إلا الله عز وجل. ولهذا قال: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، أي هل ينظرون إلا قيام الساعة؟ وكيف يسوغ لقائل أن يقول في كتاب الله تعالى ما لا سبيل لمخلوق إلى معرفته ولا يعلم تأويله إلا الله، يعني في كل النصوص المتشابهة؟ أليس هذا من أعظم القدح في النبوات؟ وأن النبي ما عرف تأويل ما ورد في صفات الله تعالى، يعني يكون مؤدى هذا الإنسان الذي يقول لا تأويل بالمرة ولا بأي وجه من الوجوه في النصوص المتشابهة، معنى كلامه أن الرسول دعا إلى شيء هو لا يعرف تأويله، وأنه دعا الناس إلى أن يؤمنوا بشيء لا يعرفون له معنى. كيف هذا؟ هذا مستقيم؟ لا، هذا ليس مستقيما. ودعا الخلق، يعني يقول في الرد عليهم مقتضى كلامهم يؤدي أنه ودعا الخلق إلى علم ما لا يعلم. أليس الله يقول بلسان عربي مبين، أي نزل القرآن بلسان عربي واضح؟ فإذا على زعمهم يجب أن يقولوا كذب حيث قال، يعني على مقتضى كلامهم يؤدي هذا الذي قالوه إلى هذا، أنه يقولون من حيث المعنى كذب حيث قال بلسان عربي مبين، إذ لم يكن معلوما عندهم، وإلا فأين هذا البيان؟ وإذا كان بلغة العرب فكيف يدعي أنه مما لا تعلمه العرب، والقرآن نزل بأي لغة؟ باللغة العربية. لما كان ذلك الشيء عربيا فما قول في مقال، يعني ما هذا القول الذي يؤدي مآله إلى تكذيب الرب سبحانه؟ الله تعالى قال بلسان عربي مبين، نزل هذا القرآن باللغة العربية الفصيحة الواضحة، وأهل ذلك الوقت كانوا من العرب،
الفصحاء الذين يفهمون ما يلقي إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكلام. لذلك قال العلماء والصحابة فهموا كل التنزيه من آية ليس كمثله شيء. فإذا سمعوا أي نص متشابه وقد سمعوا ليس كمثله شيء يعرفون أن هذا النص ليس معناه ما يخالف ليس كمثله شيء، لأنهم عرفوا أن القرآن لا يتناقض وأن هذا منزل من الله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن يكون متضاربا متناقضا. فإذا فهموا كل التنزيه، لأن الله تعالى رزقهم الفهم الصحيح من قوله تعالى ليس كمثله شيء، أي نص بعد ذلك وردهم من كلام الرسول أو من القرآن الكريم وهو متشابه لا يحملونه على وجه يخالف ليس كمثله شيء، بل على وجه منسجم مع ليس كمثله شيء. أما المشبهة يقرؤون هذا ويسمعونه ويتلونه، يقولون ليس كمثله شيء، على أي معنى يحملونه؟ بعضهم يقول ليس كمثله شيء يعني ليس كمثله شيء نحن ندركه، أما هو الإنسان له أشياء، الله له مثل هذه الأشياء، لكن ليس على الوجه الذي ندركه، ليس على الوجه الذي نحيط به، هكذا يقولون والعياذ بالله. ابن تيمية في بعض كتبه قال الله تعالى ليس كمثله شيء نزه، وقال وهو السميع البصير، شبه، يقول عن الله نزه وشبه. التنزيه ضد التشبيه، كيف هذا يجتمع هذا مع هذا؟ التوحيد، أصل التوحيد تنزيه الله عن مشابهة الخلق، هذا أصل التوحيد. فإذا واحد قال عن الله شبه أي شبه نفسه، هذا كذب ليس كمثله شيء. يأتي النص فيه لفظ يفيد التنزيه ثم فيه على زعمه ما يفيد التشبيه، أعوذ بالله، هذا لا يجوز في حق الله. بل قدم في الآية التنزيه على إثبات صفتي السمع والبصر، ليعلم أن سمع الله وبصر الله ليس كسمع الخلق وليس كبصر الخلق. لذلك جاء في النص هكذا ليس كمثله شيء، قدم التنزيه ثم إثبات السمع والبصر، وهو السميع البصير، أي هو سميع بصير لكن ليس كمثله شيء، أي ليس كالسامعين ليس كالمبصرين، لأنه لا يشبه شيئا. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.